السلام عليكم ورحمة الله. اليوم في عنا القسم الثالث من الكورس يلي هو Completion Practices Formation Damage Perforation Design and Stimulation. امبارح حكينا على موضوع الكونستراكشن للبير وحكينا على موضوع الدريلينج. اليوم حكينا على موضوع النودل اناليسيز. هلا القسم الثالث راح نحكي على موضوع Completion Practices. بعد نحن ما بننزل نحفر البير وبننزل كاسل وبنساوي سيمنت وبنساوي كل هالعمليات، شو بدنا ننزل؟ كومبليشن. الكومبليشن شو هو؟ يعتبر الكونديول او القناه الناقله من الريزرفوار الى البوتوم هول، من البوتوم هول الى السقف، فهذا اسمه الكومبليشن وبيتالف من عده اقسام انا راح اقول لكم عنها. ممكن انا الفايس فيرسا، بالعكس يعني ممكن انا اخذ ووتر انجكشن وضخه وين؟ من السيرفس بالفورميشن، فهذا بالاتجاهين يعتبر شو؟ كومبليشن. وفي عندنا عده عمليات من بيناتهم، مثلا اذا عندي دامج للفورميشن، عندي سكين افكت، عندي لو بيرميبيليتي، عندي عده شغلات ناتجه عن الحفر انا بزيلها. وعندي شو كمان بعد ما بنزل كيسنج وبساوي سيمنت، بساوي بيرفوريشن وبعدين بساوي شو؟ ستيموليشن. والستيموليشن في عندي اربع انواع ستيموليشن. خلينا نحكي على الكومبليشن اللي هي تكنولوجيا تعد الحد اللي نحن الستيب اللي بعد الدريل وبعد انزال كيسنج والسيمنت. وفي عندنا عده انواع للكومبليشن. في عندي اوبن هول كومبليشن يلي هو نادرا نحن ما نشتغل، ممكن 5% 10% مو اكثر، يلي هو شو بيكون عندنا؟ بنحفر البير وبعدين بنخلي اوبن، يعني ما بننزل لا كيسنج ولا لانر ولا بنساوي شيء، هذا اسمه شو؟ اسمه اوبن. وفي عندنا الديزاين هو اذا وين از دريل and left without casing or liners across the production. يعني ما في عندي لا casing لا liner لا شيء مباشرة. بس هذا شو الشرط تبعيته؟ الشرط انه لازم يكون consolidated reservoir. يعني مثلا sandstorm ما بقدر نزل open one. في عندي applications suitable for reservoirs with competent rock. competent rock يعني قاسي مثل carbonates limestone. اما sandstorm فما بقدر. That can support the wellbore without collapsing. معناته ما راح يصير collapse. أما الadvantages فهو رخيص، يعني أنا ما بحط عليه شيء. Simplifies يعني بيكون سهل. The completion process and allows for maximum wellbore contact with the reservoir. معناته ما بيكون variable. شوفوا هون مثلاً هلا هذا line، بينما أنا إذا ما حطيت شيء هون فشو راح يصير عندنا هون؟ راح يصير open hole. فهذا بيكون عندنا نحن lower cost. ما في عندي لا سيمنت لا كيسنج لا بيرفوريشن وما في عندي فورميشن لا. اما النوع الثاني فهو كيست هول كومبليشن. الكيست هول كومبليشن مثل ما حكينا، اذا بنطلع بنلاقي هون هي فورميشن، هون منزلين لاينر، بينما هون منزلين كيسنج ومنزلين شو؟ سيمنت وراها، ووراها بعدين مساوين مثلا بيرفوريشن. هلا انا عندي هون اويل هون ووتر هون اويل هون ووتر، وين انا بساوي بيرفوريشن؟ بساوي منطقه الاويل ومنطقه الاويل، اما الووتر فبخليها معزوله. فهذا اسمه 90% الى 95% واكثر من ابارنا هي تعتبر شو؟ سيمنتد بيرفوريت كيس سيمنتد بيرفوريتد كوم لاين او كيسنج، بحيث انه شو اقدر ساوي سيطر على اذا عندي مالتي زونز. مثلا هون هاي بريشر هون لو بريشر، بقدر بعزلهم باكج. اما الابلكيشنز فهي 90 او اكثر من 90% كمان is unstable formations or where zonal isolation is required. مثل هون zonal isolation is required. في عندنا advantages provides good stability، معناته شو البير صار ستيبل البير. Allows for selective perforation، مثل ما حكينا هون طلعوا هون بتلاقي اويل اويل بيناتهم ووتر وفوقهم ووتر وتحتهم ووتر، فهذا سيلكتيف شو؟ بيرفوريشن. اند فاسيليتيز بيتر كنترول اوف برودكشن زونز، معناته شو؟ بقدر بتحكم انا بسكر بفتح كذا، بينما اذا كانوا موصلات مع بعضهم اوبن هول فهذا ما راح يقدر يساعدني. في عندي اللاينر يلي هو هذا هو اللاينر، اذا تشوفوا ممكن انا نزل اللاينر. ليش انا بدي نزل اللاينر؟ مثلا حفرت هون ولنفرض 500 قدم هون بالفورميشن. طيب انا ما بدي نزل كيسنج من هون من تي دي الى السيرفس لانه مكلف كثير، بالحاله شو بنزل؟ انا بنزل شيء اسمه لاينر.
اللاينر مثلا طوله 600 فيت او 400 فيت يلي هو يا عم بنزله بانت هولز في بقلبه هولز بحيث انه انا يعمل مع عمل مصفات او بحط وراه هون باك جرافل باك مثل الحصى صغيره بتعمل مبدا فلتر او بنزل بدون ما سقبه انا على السيرفيس بنزله وبحط بعدين ضخ سمنت وبعدين شو بساوي بيرفوريش. فهون له تطبيق وهذا له تطبيق وهذا شو بساوي انا بسميه اللاينر هانجر هذا الباكر وهذا بين الكيسنج شو مع اللاينر هانجر شو بسميه لاينر لاب ممكن يكون 100 فيت 200 فيت 300 فيت اسمه لاينر لاب. فهذول هن ممكن في عندي كمان لاينر اسمه WWS. شو هو WWS؟ يعني انا بنزله هون مسقب اللاينر ومن وراء شو بنزل انا في عندي مثل السلك اسلاك. الاسلاك هي شو بتساوي؟ بتعمل مبدا الفلتر بحيث انه اذا عندي سار بضل برا ما بخلي بمرر لي غير مثلا غاز اويل ووتر الفلويدز. فهذا هو وكلفته قليلة جدا وليس مكلف. ليش؟ لانه انا مثلا عمق البير 3000 متر انا 3000 متر ما نزله بس منزل مثلا 600 قدم. طيب هذا